كشفت نتائج اجتماع أوبك بلس أن التحالف وافق على مستهدف جديد للإنتاج النفطي عند 40 مليون و460 ألف برميل يوميا بداية من العام القادم وحتى نهايته. ومن جانبه أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية مناف الهاجري أن دولة الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي البالغ 128 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر كإجراء احترازي بالتنسيق مع الدولة المشاركة.